رئيس فريق كان عندك اولا هنوك مبروك عليك مبروك على مدينه البيض. كان عندك ضغط كبير شفناك يعني تشوف المباريات بحماس في بن عكنون واليوم وحتى الصعود العام الفارغ اليوم اكفرحت ولايه ومنطقه كبيره وش يمثل لك هذا الانجاز الرئيس؟ اولا قبل هذا وهذا كنشكرك سي كمال والطاقم تاعك ونشكر قاده النهار اللي راه مواكبه الفريق منذ البدايه ونرحبوا بكم في مدينه البيض. ثانيا الحمد لله يعني رب العالمين وفقنا كنا على الاعصاب خاطر هذه كره القدم كل شيء فيها ممكن يعني تربح كي صفر الحكم نهايه المقابله قبل نهايه المقابله ماكش رابح هذه هي قاعده. تعبت بزاف رئيس. والله تعبنا والحمد لله ربي وفقنا الحمد لله كل مجتهد النصيب الحمد لله احنا دينا النصيب تاعنا ربي وفقنا الحمد لله. يعني نشوفوا انه رئيس فريق يعني قدم تضحيات الكل هنا يشهدك في البيض حتى الحمد لله اليوم العائله تشارك معك الفرح راه مولادي سمحت شويه في العائله وركزت مع فريق ان شاء الله يسمحوا لي ان شاء الله هما ثاني يسمحوا لي ان شاء الله هما ثاني يسمحوا لي ان شاء الله. الموسم القادم يعني في القسم الاول راح يكون موسم صعيب بدايه بالملعب بدايه بعديد من الامور هل بديتوا تفكروا خاصه انه المسؤوليه اليوم راهي كبيره على عاتقكم الرئيس؟ احنا ان شاء الله نكملوا هذا الاحتفال وان شاء الله ومن بعد نديروا ريسيبسيون للفريق لاسيد والولا وعدنا بتكريم اللاعبين ان شاء الله ومن بعد راه كاين الحمد لله السلطات المحليه كاين المجلس الولائي نريحوا ونديروا ان شاء الله ونديروا برنامج ان شاء الله. وحاجه واحده اخرى نقولها للانصار تاعنا ونقولها للانصار الفريق ما راه جاي القسم الاول في ثوب الضحيه. الرئيس كاين بزاف يقول لك باللي تسير راشد يعني خاصه الميزانيه تاع البيض كانت من بين اضعف الميزانيات تاع الفريق الرابطه لكن تسيركم ربما وش هو العامل اللي خلى الفريق يطلع ربما الى جانب الاستقرار؟ احنا الاستقرار الاداري والاصرار التقني احنا على بالك في 6 سنوات فاتوا على الفريق 3 مدربين. حاجه واحده اخرى انا تعلمتها من كره القدم تعلمتها في حياتي ما تكذبش على الناس. صحيح. قول الحقيقه تنجح ما تكذبش على الناس. وانت يا نزيدو نشوفوا البنت تاعك هذه جمانه بنتي جمانه واش قولي لها كيف على المباشر في النهار واش قولي لي سيبورتر تاع البيض؟ بصحتهم بصحتنا بصحتهم بصحتنا يعني نستاهلوا كل خير ويعني ولاية البيض ما كانتش معروفة وكانت محقورة وضك كل سكلية علامة.